بقالي 7 سنين بلعب فولي، و قضيت 3 سنين في 9 سنين وسنتين في الـ11، ودي تاني سنة ليا في الـ13 سنة. بصراحة أنا بابايا وأختي وأخويا طلعوا بيلعبوا فولي، بس أنا يعني أنا كنت في الأول حابب إن ألعب باسكت، بس جربتها ما عجبتنيش قوي، بس في الآخر قررت إن ألعب فولي. بعد الفولي طبعا الباسكت، زي كابتن مامتي كابتن رحاب الغنام كانت بتلعب باسكت، كان لو كنت هختار لعبه تانية بعد الفولي كنت هختار الباسكت طبعا. بصراحه ما شفتش بابايا كابتن حمدي الصافي، بس الناس كلها قاعده تحكي لي عنه ان هو كان لعيب جامد جدا وبسم ما شاء الله يعني، بس انا ما شفتوش. فانا بعديه كنت عايز العب مع كابتن عبد الله عبد السلام. احيانا في ايام الدراسه ساعات التمرين بيبقى بعد المدرسه على طول، فبضطر ان انا اطلع من المدرسه على التمرين، فطبعا ما بلحقش، فساعات بفوت تمارين كتير لدرجه ان انا عشان اذاكر واحضر الامتحانات وكده. بس لو التمرين متاخر يعني برجع اذاكر واتغدى وكده في البيت، وبعد كده ارجع احضر التمرين بالليل. هو طبعا كل العيله بيشجعوني، بيقولوا لي المفروض تركز في التمرين، وبيشجعوني عشان اطلع الحمد لله كويس زي بابا. كان في بطولات شاركت فيها، كانت في بطولات وديه شاركت فيها كتير، كانت مهرجانات وكده، الحمد لله كسبناها كلها بدون اي هزيمه. والبطولات الرسميه اللي هي كانت السنه اللي فاتت شاركت تقريبا في اكتر من نص الماتشات وكسبنا البطوله الحمد لله واخدنا الاول. ان شاء الله اطلع لعيب دولي واطلع لعيب كويس جدا واخد مراكز ونكسب النادي الأهلي وقسم منتخب مصر.